مرحبا بكم يميل الادب الى التكثيف ويقول العرب ان البلاغه الايجاز ولكن هل من اديب مهما على كعبه وعظم شانه يستطيع ان يختصر قصه خمسين عاما من العزله في حكايه مدتها دقيقه واحده لقد فعلها ميشيل كيلو الذي عرف السوريون حكاياته واحبوها بصوته الابوي المدوزن على نغمات الحنان والحرص والتفاؤل. وان كان الناس قد اشبعوا سيره الراحل درسا من الناحيه السياسيه والنضاليه والفكريه فاننا نخصص هذه الحلقه من ضمائر متصله للحديث عن ميشيل كيلو المثقف والروائي والقاص الفذ والحكاء الذي ربما كان اخر حكائي زمانه وان الحكي فن بمكانه الاب لسائر فنون السرد فما هي القصه التي اختصر فيها ميشيل كيلو نصف قرن من عزلتنا وما هي اعماله الادبيه وميزاتها ولماذا حرص على كتابه الادب وهو السياسي البارز والمعارض المنشغل بكفاحه اسئله يجيب عليها ضيوف حلقتنا وهم من اصدقاء الراحل والمواكبين لمسيرته الادبيه ولكن بعد هذا التقرير الذي يروي القصه وان لم يكن في دقيقه واحده كما فعل ميشيل كيلو. قلت له كان في عصفور. قال لي شو العصفور؟ انا يعني عم بحكي قصه لطفل بذهني فكره الطفل المجرده يعني انه يعني الطفل العصفور والفاره والشمس والنهر والمي والفراشه وعلم ادم الاسماء كلها الا ان الطغاه ارادوا للانسان ان لا يعلم من بعد علم شيئا فلا الشجره يجب ان تنبت في خيال الطفل ولا العصفور يجب ان يعلمه وان مجازا فكره الطيران هذه القصه وحدها قصه الطفل والعصفور والشجره تكفي ليكون ميشيل كيلو اديبا مؤثرا بعمق في وجدان الامه على اختلاف شرائح وتوجهات ابنائها وتكفي ليخلد وهو الذي لم ينتج من الادب الا اليتيم اذا ما استعرنا المصطلح من الشعر ويقصد به البيت الواحد فالراحل انتج روايه واحده وقصه واحده وكثيرا من الحكي الذي هو فنه الأول الذي تفرد فيه وتمايز عن أبناء جيله أنا برأيي كل الأخطاء اللي ارتكبناها صححها الشعب بدمه وعلى أنه قطع ستين عاما من عمره زحفا على روحه المطاردة العصية على التجين لم يشكو الراحل زمانه ولم يتهم الظروف كما يفعل الشعراء واصحاب الكلام بل بقي مواظبا على وظيفه المثقف في ازعاج السلطات ولم يكتب من معتقله رسائل استعطاف كما يخبرنا تراثنا الادبي في هكذا مواقف بل بقي محافظا على وصيه كليب ومن بعده امل دنقل فلم يصالح وكتب القصه كلها وباح باسرارها في دير الجسور روايته اليتيمه التي تقرا المشهد من برج السجان لا من صرخه السجين ومن هناك يبدا الانهيار الذي بشر به ميشيل كيلو انهيار المنظومه التي لن تستطيع ان تحبس الروح الى الابد كثير جاء ارجع على, على سوريا كثير جاء ارجع على البلد وعلى الشام وعلى وان كانت قصه السياسي المكافح ميشيل كيلو تنتهي برحيله او برحيل منظومه الاستبداد التي بشر بزوالها فإن قصة الأديب ميشيل كيلو طفل، عصفور، شجرة، ستعيش طويلا، ستعيش ما دام في الكون أطفال وعصافير. لمناقشة الموضوع يسرني أن أرحب بالأستاذ معن البياري، الكاتب والصحفي ورئيس قسم الرأي في صحيفة العربي الجديد، ينضم إلينا من الدوحة، مرحبا بكم أستاذ معن. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك. كما ارحب بالاديب والسيناريست خطيب بدله ينضم الينا من اسطنبول، مرحبا بك استاذ خطيب. اهلا اهلا. ابدع مع مع الاستاذ معن استاذ معن كتبت غير مره عن دير الجسور روايه الراحل ميشيل كيلو. ما الذي يميزها؟ وهل فعلا ارتقت فنيا على مستوى الادوات التقنيه الروائيه الى سويات السرد المتقدم؟ أم أن الفكرة بقيت هي البطل في رواية دير الجسور لا باعتقادي أنها رواية متقدمة رواية دير الجسور رواية متقدمة أه وليست مجرد طرح فكرة يعني لم يكتب ميشيل كيلو هذا النص كمقال أو لي 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 فقط ليرمي لي 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 بفكرة معينة إنما بنى صنع مبنى روائيا أنا بتصوري أنه متميز وفيه درجة عالية من الإبداع خصوصا وأن اللغة العالية الشحنات أسعفته في, في, في تفرد هذا النص فيما تصور لا أبا هو الأستاذ ميشيل كيلو للأسف لم يسمها رواية سماها قصة طويلة وكنت أنا قد حدثته بأنها رواية وهو يعني أنا أعتقد يعني هو كان يعني رجل متواضع جدا لا يريد أن لم يكن لم يكن يعني يريد أن يجد نفسه متطفلا في عالم الرواية، لكني في 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 تصوري بالعكس على النقيض من هذا هو قدم روايه متقدمه فنيا وابداعيا بدلاله ان انه وهو اختار اختار يعني اختار فلأقل دربًا صعبا عندما عندما جعل بطل الروايه هو المقموع هو عفوا والقامع القامع وليس المقموع هو ضابط صحيح. امن استنطقه من داخله جعله يتحدث عن نفسه عن آناه عن جوانياته عن مشاعره عن خيباته عن ضعفه عن قوته عن أحزانه عن خياناته إخوانه عن تفاصيل كثيرة في شخصيته وأيضا عن تجبره هو مخبر جاسوس ضابط أمن لديه رؤساء كثيرون عليه والرواية بصراحة استطاعت انه انه تقدم تقدم العذاب الشخصي من درجة القمع والتسلط على القامع نفسه والانسحاق بمعنى انسحاق ذاته هو الرجل يعمل في دواليب الدولة ويعتبر واحدا من من ادواتها ومستخدميها تسحقه هذه السلطة المتجبرة فينتهي الى زنزانة الرواية تبدأ بمقدمتها بتقرير ضابط امن عن عمليات تعذيب وتنتهي بضابط الامن نفسه هذا الذي مررنا في صفحات الروايه على يتحدث عن نفسه وعن وعن بحثه عن 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 يعني عن عنصر معين في الروايه عن, عن عنصر معين يطارده وانتهى هذا الشخص الى الزنزانه يضرب بالسياط بتصوري انه انه مثل هذا الرهان اللي 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 حاول ميشيل كيلو انه يكتب فيه انا باعتقادي انه نجح نجاح واضح خصوصا وايضا السمه الاخرى التي برزت في الروايه والتي كانت في اعتقد من عوامل تميزها الفني بان المكان الفضاء المكاني فيها بلده دير الجسور ليست في اي بلد ليس معلوما اين هي كما ان الزمن غير متعين انت لا تعرف متى حد يعني متى باي زمن يعني بالقرن العشرين ب 2012 2011 1900 ما في تعرف ايضا هذا المكان هذه الجغرافيا هذا يعني بمعنى انه انه اراد ميشيل كيلو ان يقول ان 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 يقول فكره الانسان يعني الفكرة المطلقة هذه هي السلطة هذه هذا هو القمع هذا هو التجبر هذا هو التسلط عظيم وبتصوري نجح روائيا وفنيا في تشخيص هذا الأمر جميل أستاذ خطيب انتقل إليك دعنا نعود الى المحطات الاولى الى العام 1979 تحديدا يعني قيل في مؤتمر اتحاد الكتاب العرب او اجتماع لما يسمى الجبهه الوطنيه التقدميه انذاك سربت منه تسريبات شهيره شملت تسجيلات لميشيل كيلو وممدوح عدوان وغيرهم تنتقد بحده الوضع السياسي انذاك اذا ماذا عن بدايات ورحله المثقف ميشيل كيلو في الكفاح ضد الدكتاتوريه؟ الحقيقة نحن فوجئنا في ذلك الوقت انا لم لم اكن اعرف من هو ميشيل كيلو يعني بصراحة، ولكن فوجئنا من خلال هذا التسجيل برجل يتحدث وكانه يغرف من بحر يعني ويمتلك كاريزما صوتية مدهشة يعني لما بيحكي ميشيل لازم الكل يصغي واحد يسيطر على مستمعيه بما لديه من نبرة صوت جميلة جدا وقوية ويستند إلى أفكار واطلاع واسع على ما يجري فهو لأول مرة أنا أستمع إلى أن النظام السوري يمر بأزمة بنيوية بنيوية يعني هذا نظام بنيته مختلف 79 قال ميشيل هذا الكلام هذا الكلام قاله وثم ما. بدا يفند يعني لماذا هي بنيويه وايضا يسال احيانا اسئله ضمن الاجتماع يعني من كل عقلك يقول هو طبعا الاستاذ ميشيل بيحكي بالقاف نعم. مع انه مدينه اللاذقيه ما بيحكوا بالقاف هو من اللاذقيه نعم. من كل عقلك انه الدوله الفلانيه اللي هي معروف عنها انه رجعيه انه ستقوم بفعل تقدمي من اجل آه كذا آه ممكن لعقلك انه الدولة الفلانية آه ممكن تعمل هيك لمصلحة الشعوب لمصلحة الديمقراطية طبعا آه كان كان لقاء رهيب يعني طبعا كان في ممدوح عدوان كان في عادل محمود كان في شخص اسمه علي المصري صحفي نعم. الكل حكوا بطريقة يعني إدانة للنظام وكان فعلا تسريب الشريط يعني الناس كانوا يتداولوه كما لو انه افيون يعني صحيح كانوا الناس يتداولوه بخوف يعني انا مثلا انه انه كنت اقول اذا بيوقع الشريط تبع هاي الجبهه حديث الجبهه بين ايدين المخابرات ممكن انا ياخذوني مع انه طبعا النظام يا ما اخذ ناس لاسباب تافهه مثل اقتناء جريده او اقتناء شريط طبعاً او الى طبعا طبعا طيب استاذ معن في الدوحه قال الراحل ميشيل كيلو في حديث سابق مع تلفزيون سوريا تحديدا مع زميلتنا نور حداد إن له رواية أخرى لم تطبع وضاعت بين أوراقه يعني أن له روايتان في أحسن الأحوال خلال رحلة مع الكتابة امتدت نحو نصف قرن ما تفسيرك لندرة إنتاجه الأدبي؟ والله فلأكون صريحا أنا بتصوري أنه فعلا خسرنا ميشيل كيلو الروائي الكاتب لأنه ميشيل كيلو أنت تعرف أنه كان مترجما مترجما جيدا والمترجم بطبيعة مترجم من الألمانية ترجم بأظن بنهاية السبعينات وبداية الثمانينات يعني أنا أول مرة بشوف اسمه يمكن من في هذه السنوات شفت اسمه على على كتاب مترجم مترجم نعم مترجمه أول مرة يعني بشوف اسمه مطبوع في, في, في على غلاف كتاب <applause> ثم فيما بعد سمعت عنه وبدات أتابعه واهتميت فيه الى ان سعدت بإني تعرفت عليه يعني في فتره متاخره والمهم انه هو عنده اللي بده يترجم بده يشتغل بالترجمه بده يكون لغته ليست فقط اللغه اللغه التي يترجم عنها متمكن منها ايضا اللغه العربيه صحيح يعني بده يكون ثقافته باللغه العربيه مكينه وانا <applause> يعني أنت تا يعني بصراحة قارئ ميشيل كيلو يستمتع أيضا بلغته لديه صحيح إشراقات لغوية صحيح و يعني لغته عالية نعم بالنص العربي بذكاء والرواية بصراحة بصدق رواية دير الجسور يعني أنا حسدت عليها لأنه فعلا فيها فيها على مستوى الكتاب على مستوى اللغة آآ آآ إبداع خاص يعني أنا يعني كثير كثير سررت بهذه ولذلك أقول أنه حرمنا من ميشيل كيلو الأديب، كان بوسعه فيما أعتقد لو خصص بعض الوقت لإنجاز أعمال أدبية، أظن إنه كان ممكن ينجز إشي مهم، لكن أنت تعرف إنه سلك مسلك النشاط السياسي والعمل المدني والنضال الكف والكفاح السياسي و... 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 يعني اختبر هذا ال... يعني هذا المسلك، وأنجز وأعطى وأضاف كثيرا وتحمل أكلاف عالية صحيح في هذا الأمر، وتغرب ونفي و ويعني عانى الرجل عانى الرجل ولكنه كان ايضا يعني شخصيته هو شخصيته المحببه للناس محب للجميع مش صحيح يعني محب للناس كلها بيحب الناس كلها ودود للكل لا تراه يوما يعني وحانيا على الجميع يعني انا كنت اسعد بمكالماته برسائله آه يعني كنت اعتبره اخ كبير واب يعني لانه في يعني كل هذا اللطف يعني مثل هذول الناس مثل شخصيه من هذا النوع مشتغل م. بالكتابه ومتصل بهموم الناس والمجتمع ومسكون بـ 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 بالحريه بالديمقراطيه بنبذ التسلط وايضا بـ 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 باعتدال بفكره السياسي ما كان يعني ما كان انقلابي مش الكيلو ولا كان يعني يريد انه يغير الكون يعني بالعكس كان اصلاحي يعني صحيح. كان في لغته بالذات في بدايه اذا ذكر بدايه الثوره السورية، كان الرجل صاحب باللغة اصلاحية ما يعني صحيح لا صحيح لا المهم صحيح انه عودة الى الى سؤالك انا بتصوري انه انه كان ع... كان على كفاءة ادبية عالية لكن للاسف لم يعطيها يعني المساحة والوقت الكافي, الوقت الكافي. بالنسبة للرواية الاخرى التي ضاعت يعني اعتقد انه اللي 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 بيضيع ممكن ممكن لو تم البحث عنه جيدا ممكن يتم العثور عليه ان يعثر عليها ان شاء الله او, أو ابنائه اسرته انهم يعثروا عليه وربما عنده اوراق اخرى ربما عنده اوراق اخرى او كتب اخرى او مشاريع اخرى وانا يعني ادعو الى يعني من هذا المنبر ادعو الى اعاده طبع دير الجسور لانها طبعت طبعة شوي ما توزعت جيدا صحيح يعني احنا اخذناها بعض الاصدقاء مش قلت له توزعت لم لم تقرا انا اعطيتها لبعض كتاب ونقاد في العالم العربي يعني بتوصي منه لكن لا يراد لها ان يهتم فيها ان تقرا بشكل بشكل اوفى وان ان تطبع مره ثانيه بشكل بشكل احسن طيب رغم انها روايه وحيده ولكن استاذ خطيب كان للراحل اسلوب قصصي مميز ظهر في سلسله مقالات نشرها بعنوان قصص واقعيه من عالم الاشباح ايضا تميز وتفرد في فن الحكي فكان حكاء بارعا وربما انت وهو من كبار جيلكم الادبي في فن الحكي. حدثنا عن فن الحكي عند الراحل ميشيل كيلو وسر تفوقه فيه. يعني هو دائما الذي الل يعني يتقدم ليحكي بين الناس او او بالكتابه هو يعني يجب ان يكون متمكنا، طبعا انا لا لا اجاري فعلا يعني الأستاذ ميشيل في الحكي هو سارد من الطراز الرفيع وقاص من الطراز الرفيع واما دير الجسور انا لم اتحدث عنها قرأتها بشغف وقد وجدت فيها لغه يعني قلما تجدها بهذا التركيز وبهذا التخلص من اي نوع من الاستطالات او الحشو لديه مقدره على الكتابه الروائيه فعلا كما قال الاستاذ معا تتجلى حتى في كتبه السياسية يعني كتاب من الطائفة إلى الدولة كمان انتهيت من قراءته قبل شهرين قبل أن يصاب الأستاذ ميشيل بالمرض كانت هناك فكرة عند دار النشر دار موزيك أن يطلعوا بس مباشر مع ميشيل وانا كنت ساقدم مداخله مم. لذلك ارسلوا لي الكتاب في البدايه بي دي اف مم. وقراته بي اف والبارحه تمكنت من الحصول على النسخه نعم من الامه دي. الى الطائفه كتابه الاخير نعم نعم هو فعلا حتى بهذا الكتاب انت صحيح انه يقدم معلومات سياسيه والكتاب هو برأيي أنا بعد ما قرأته هو كتاب ميشيل كيلو هو كتاب ميشيل كيلو يعني جميل. إذا كان ميشيل كيلو خلال حياته كان ممكن يطلع سلسلة كتب عما جرى في سوريا في مراحل المتقدم أو المتلاحقة فهو فعل ذلك لهذه المرة الواحدة إذ كتب عن سوريا منذ الأربعينات بالتفصيل الذي لا يتوقع كانه عامل فنان يصنع سجاده يدويه للصمد يعني هذا الكتاب خطير ومهم ومن طبعا هو الحلقه حلقتك تركز على الجانب الادبي والثقافي عن مشي لكن لا نستبعد او لا لا نستبعد هذا الجانب حينما نتحدث عن كتاب من الطائفه الى الامه. أه الحقيقه طيب. ميشيل كيلو استاذ هنا و... اريد ان اشير الى انه بعد حوارنا ان شاء الله سنبث مقابله مع الراحل ميشيل كيلو هي المقابله الاخيره التي اجراها قبل وفاته حول هذا الكتاب تحديدا. جيد انا تحدثت قليلا عن الكتاب من ناحيه الاسلوب مم. يعني ميشيل كيلو حينما تقرا له سواء روايه او كتاب سياسي هو يعني ياخذك معه كما لو انه يتحدث، يعني انا قلت لك انه سارد ومتحدث من الطراز الرفيع وكانه في هذا الكتاب ايضا يتحدث، واما في دير الجسور فدير الجسور عمل ادبي رفيع المستوى قلما تعثر على شبيهه في الروايه السوريه، الروايه السوريه الحقيقه فيها اعلام وفيها كتاب وفيها أعمال جيدة جدا يعني وأنا أعتقد أن هذه الرواية من هذه الأعمال الروائية السورية المتميزة آه جميل وهنالك إجماع على هذا الأمر إذا أستاذ معا آه ظاهرة شاعت في أوساط السياسيين عبر العصور ولم تجد جوابا شافيا لحد الآن أنا بحثت فيها كثيرا لم أجد لم أمسك جوابا شافيا عسانا الآن نجد حلا يعني لماذا يصر كثير من السياسيين على مقاربه الادب والكتابه فيه؟ رؤساء، ملوك، امراء، معارضون كبار، قائدو ثورات ومنهم ميشيل كيلو. لماذا يصرون على مقاربه الادب والكتابه فيه؟ يعني هو الـ الـ يعني يعني مثل هذا الامر في هناك من يستسهل الحالة بمعنى أنه بمعنى أنه يعني الأدب الكتابة في الأدب مشاع فأي شخص بإمكانه أن يكتب ما يشاء قصص أو أو يكتب شيء يسميه قصة ويسميه رواية ويسميه شعر ويسميه مسرح يعني هناك غث كثير في بقصين يعني سوق الأدب لكن قليل المتميز المتفرد الإبداعي اللي فيه قيمة فنية وجمالية عالي قليل هذا هذا طبيعي انا بتصور من حق الناس ان تكتب ما تشاء يعني السياسيون تحديدا يعني يعني, مثلاً يعني احنا احنا فلنقل إحنا صدام حسين كتب نعم القذافي نعم كتب نعم ملوك وامراء في نعم الخليج كتبوا نعم جمال نعم عبد الناصر يعني كتب كويس انا يعني اوكي اوكي فليكتبوا اوكي اوكي هو فليكتبوا ما ارادوا لكن بصراحه هل ما كتبوه له قيمه ادبيه؟ يعني انا اريد ان اعرف يعني لو اللي قراناه للقذافي لا ولا <applause> حسين لا وحتى لجمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر لا قيل ان له قصه مجموعه قصصيه جمال عبد الناصر قيل ان له قصه طويله يعني بدايه آه, يعني قيل وبصراحه ما ما قرأ جيدا ما بعتقدش انه مستواه الفني عالي، على اي حال يعني ما كتبه هؤلاء بالذات هذه الاسماء بغض النظر عن يعني لا اريد ان اماثل جمال عبد الناصر بالقذافي وصدام نعم. هل له قيمه فنيه ابداعيه يعني لا ما لم نقف على ذلك فيه هناك نعم, سي... نعم في هناك سياسيين كبار اشتغلوا بالسياسه اشتغلوا بالهم السياسي واستلموا مسؤوليات وطنيه عاليه ببلدانهم وانتجوا ادبا رفيعا هناك الاستاذ في المغرب اظن الاستاذ عبد الكريم غلاب روائي كبير كان كان مستشار وكان وزير صحيح. وكان رئيس برلمان عندك محمود المسعدي في تونس مه. كان رئيس برلمان وكان وزير من اهم كتاب العالم العربي من مه. اهم الكتاب يعني آه في كثيرين يعني في كثيرين في ان كثير زملاء واصدقاء آه كانوا وزراء في حكومات عديده في الاردن في غيرها آه يعني مثلا في طبعا غيرهم في اخرين آه يعني قدموا شيء متواضع لكن يعني حسب ما افهم من حضرتك طيب هم كتاب وصلاء يعني, يعني قبل ان يكونوا إيه سياسيين هم كتاب أصلاء قبل أن يكونوا سياسيين الذين قدموا شيئا متميزا <applause> يعني استطاعوا استطاعوا بمعنى 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 وجدوا وجدوا في أنفسهم ملكة الكتابة الأدبية وأخلصوا إليها بعض الشيء وأنتجوا شيئا ما بين الجيد والرفيع والعادي لكن في عالم لا اقتحمت هذا المجال كنوع من يعني جاءت إلى هذا الميدان كنوع من الرغبة في في تحقيق ذلك بأنه قادر أيضا يعني م. هو ليس فقط رئيسا او وزيرا او حاكما هو ايضا أيوة. اديب يعني يريد انه انا أيوة. ايضا اديب وانا أريد اكتب ادب واكتب قادر على كل شيء فأنتجوا شي. شيئا سخيفا وبائسا ال 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 لا نحن في صدد في ال بخصوص الاستاذ ميشيل بالعكس احنا انا قلت بال 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 بالبدايه قلت انه بالعكس حرمنا من 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 من, من كنا نتمنى على الاستاذ ميشيل ان ان يعطي ملكته الادبيه الرفيعه كما تبدت لي نعم في في دير الجسور دير الجسور آه كما تبدت لي في دير الجسور آآ 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 ان يعطيها يعني اهتماما اكثر والا كان أكثر. انتج فيما تصور انتج ادبا عاليا عظيم لانه زي ما تفضل الاستاذ خطيب زي ما بنعرف جميعا هو فعلا قاص وصاحب خيال ثم لا ننسى ان ان ال ان ال ان الكاتب هو لماذا لماذا نحب ان نقرا ميشيل لانه ليس فقط ليس فقط لانه كاتب سياسي لانه صاحب لغه صاحب عباره قصيره جميله متمكنه صاحب ايحاءات صاحب ظلال مثقف وراء كتابته في ثقافه عاليه بالتاريخ بالسياسه بالادب بالفنون العالميه نحن لا نتحدث عن عن واحد يعني عن شخص فقط مجرد انه مجرد انه يعني بيتكلم عن الحريات وبيتكلم عن صحيح صحيح النظام حديثه مختلف يعني وبلغة مختلفه في هناك ثقافه عاليه ومعرفه وادب جيد صحيح جميل جميل استاذ خطيب غالبا ما تكون هنالك مسافه ما بين المثقف والناس هذه المسافه الغاها الراحل ميشيل كيلو فكان قريبا من الناس على اختلاف شرائحهم وأجيالهم أيضا ما الذي امتلكه ميشيل كيلو حتى لقي هذا القبول من الجمهور هلا هو ممكن تلخيصها بكلمة واحدة هي الكاريزما يعني الكاريزما عند أي شخص بيحب الناس وبيحبوه كثير هي شخص يعني متكامل حتى في الهيئة في حتى في حجم الجسم في في طريقة تصفيف الشعر بالابتسامة لما بيحكي كيف بيطلع كيف بينظر، أنا طبعا عاشرت الأستاذ ميشيل عن قرب في فترة بعد الثورة يعني. كنا نقعد أعداد طويلة بصحبة الأستاذ موفق نيرابية أحياناً، وبعض الأصدقاء المشتركين يعني أحياناً يكون معنا الأستاذ برهان الدكتور برهان الله يطول عمره يعني. طبعا ميشيل بدي أعلق انا بس شوي على الجانب الادبي والثقافي فيه تفضل يعني هو حكى بمقابله مع فرانس 24 انه الناس اللي اشتغلوا بالسياسه مثلا في لما وقعوا بيان 99 هن ناس مثقفين جاؤوا الى عالم السياسه وهو واحد منهم طبعا هو مثقف ولديه جانب ادبي كما قلنا وكان الموقعون يعني معظمهم اما مخرج سينمائي او تلفزيوني او اديب يعني مين عادل محمود مين آآ آآ الله يرحمه ممدوح عدوان مين مشاكله كلهم جاؤوا هم الذين آآ آآ قاموا الحراك السياسي الذي حصل او الاجتماعي الذي حصل في بدايه بعد سنه 2000 هم ناس اتوا من عالم الثقافه والادب الثقافه والادب, فخافة والأدب. فخافة. نعم صحيح. أنا أضرب لك مثالا بسيطا نعم. عن أن ميشيل هو قاص المقالة التي سجن من أجلها نعوات السورية هي عبارة عن قطعة أدبية ليست مقالة وصحيح أنها نشرها في جريدة ولكن يقول أنا كنت أمشي في شوارع لازقية قرأت نعوة الضابط فلان الكبير أنسباء العميد فلان العقيد فلان المقدم فلان وزوج اخته او حفيده او ابنه الملازم اول فلان هدول نعوة من نعوات الريف م. بعد شوي العائلة الفلانية الحج فلان الحج فلان زوجته الحج فلانة عرفت كيف اذا بالاخير ما قال هو رأيه ميشيل في جميل. المقالة هو قدم مقالة انه شوف طبيعة صار كيف طبيعة الريف كيف اصبح تقريبا محكوما بالعسكر او يعني بنيته الاجتماعيه هي بنيه من الضباط وكيف المدينه تقريبا انزوت او ابتعدت عن الجيش و يعني قريبا من المتدينين يعني هو حتى يفسر هذا الكلام في مقابله له على فرانس 24 فالاستاذ ميشيل اضافه الى دير جسور والروايه التي لم والمقالات مم. القصة الصغيرة والقصة التي يتداولها الناس على العصفور في السجن هذه قصة عبقرية هذه آه قصة يعني خالدة يعني حتى قصة القرن الواحد والعشرين نعم طريقته في روايته تحس أمام كاريزما واحد كبير عم يحكي لك قصة بعزوبة صحيح طيب أستاذ معا أيضا نعود إلى وقت سابق في الثمانينات نشر الراحل مقالا في مجلة الوحدة تحدث فيه عن المثقف السياسي والمثقف الحزبي ونقضهما ورفع من شأن المثقف الحر هل استطاع ميشيل كيلو أن يكون ذلك المثقف وأدى وظيفته في إزعاج السلطات وفق نظرية إدوار... إدوارد سعيد؟ أه بالتأكيد بالتأكيد الأستاذ ميشيل كيلو من القلائل اللي, اللي اللي اشتبك اللي اشتبك مع الحال السياسي بوصفه مثقفا مم. يعني هو لم يعني احنا بنلاحظ هو دخل دخل كذا تجمع وكذا حزب يمكن يعني دخل الحزب الشيوعي وانشق وترك صحيح. لم يكن فيما اتخيل مرتاحا لم يكن يرتاح لم يكن يرتاح للصيغ المطروحه الصيغ الحزبيه والتشكيلات المطروحه وجد نفسه انه في يعني في مساحات ستؤثر على استقلاليته ربما وبالتالي كان ينسحب يعني كان هو يعني في نوع من التوتر في داخله بشان انتظامه في 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 تشكيل حزبي تنظيمي معين مم. هاي هذا هذا بصدق بدلل على قلق المثقف مش مش قلق السياسي قلق مم. المثقف المثقف بطبيعته قلق جميل. بطبيعته لانه بيعرف انه دوره هو الاحتجاج بالاضافه الى هذا الامر احنا بنعرف انه الاستاذ ميشيل كان صاحب خط يساري مم. وعروبي اه معا يعني وللاسف الشديد اخواننا الاصحاب الخط اليساري العروبي احنا شفناها للاسف وين بعد 2011 بعد ربيع العربي للأسف نعم. يعني فوجعنا بكثيرين منهم اصطفافاتهم يعني كانت مفاجئه نعم. اه وهم وهم كانت لهم بالحق كانت لهم اه كانت لهم كانت لهم مواقف اه مواقف جيده نضالات مقدره ضمن خط اليسار العروبي، لكن ميشيل كيلو بالعكس، آه الذين آه انتسبوا الى هذا الافق الانساني وأوى وكان مسكونا بشكل بشكل يعني بشكل هائل وباهظ مسكون بقيمه الحريه، بقيمه الديمقراطيه، بقيمه التعدد، بقيمه التنوع. لذلك جراته، جراته المبكره، يعني حسب ما قرات عنه، وحسب ما روالي كثير من معارفنا واصدقائنا من السبعينات وهو حتى في مقهى في يعني في المقاهي في داخل سوريا في السبعينات والثمانينات يتحدث يتحدث بجرأة عالية يتحدث بنقد عالي للنظام وللسلطة وهو يعرف وهو يعرف أكثر مني أكثر منا طبيعة هذه السلطة هو الذي فكفكها ودرسها و و و وحلحلها وحللها ويعرفها ويعرف دواليبها وكان أحد ضحاياها بالتالي بالتالي أنا بتصور إنه هو امتلك المعادلة ميشيل كيلو من المثقفين العرب القلائل فيما اظن القلائل انا يعني بعضها تحت يعني خط من المثقفين العرب القلائل الذين وازوا بين المثقف كمنتج معرفة وكفاعل في محيطه وفي بيئته وفي مجتمعه وفي امته جميل جدا استاذ خطيب بقي لدي دقيقة واحدة تماما هل كان ميشيل كيلو مثقفا شعبيا؟ هو مثقف كان مثقفا وشعبيا في ان واحد يعني لانه لا يكفي انه الانسان يكون مثقف ويكون قاعد هيك في مكان بعيد ومنزوي يعني المثقف الذي لم يكن اي مثقف مر على تاريخ سوريا او غير سوريا الذي لا يتمتع بروح التضامن مع الناس مع الانسان يعني ماذا تعني قيمه مثقف اذا كان معجرف وبائس و... وما بيتحكى والى اخره مم. يعني ميشيل كيلو كان انا ب... بتذكر انه كان يرد على اصغر تساؤل كان يجيه من ناس ما على لا بادب ولا بثقافه ولا بفكر بكل اهتمام صحيح صحيح وحتى في شغله يمكن ما بعرف اذا بتعرفها تفضل. يعني لما كان يطلع له راتب ما كان يقبضه كان يبعثه لناس تعبانين وفقراء هاي شغله كثير كثير بحبها انا صحيح بي. صحيح ابو ايهم الله جميل وبشكرك شكر جزيل على على هذه المعلومه ايضا المهمه الرحمه للمناضل والمثقف والاديب السوري الكبير ميشيل كيلو واشكرك شكرا جزيلا الاديب والسيناريست خطيب بدلك كنت معنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك واشكر ايضا الاستاذ الكاتب والصحفي معن البياري رئيس قسم الراي في صحيفه العربي الجديد شكرا جزيلا لك استاذ معن اهلا اهلا وسهلا شكرا لكم اهلا وسهلا فيكم بعد الفاصل نبث اخر حوار لميشيل كيلو قبل وفاته انتظرونا ايها الاحبه مرحبا مجددا الان الى مكتب الضمائر متصله التي حظيت بشرف آخر لقاء تلفزيوني مع الراحل ميشيل كيلو قبل يوم واحد من دخوله العناية المركزة حيث تحاوره زميلة آسيا هشام حول آخر كتبه من الأمة إلى الطائفة تفضلوا بالمتابعة أهلا بكم من بعث ميشيل عفلق إلى بعث حافظ الأسد قرابة ربع قرن مليئا بالانقلابات الاغتيالات النفي والأقصاء باسم الشعب الوحدة الحرية والاشتراكية كيف اقتحم ميشيل عفلق المنظر الرئيسي وأحد مؤسسي حزب البعث الساحة السياسية في سوريا بأفكار غيبية وتخيلات عن أمة غائمة الملامح كيف أقصاه الجيل الثاني من البعثيين متمثلا باللجنة العسكرية الجيل الذي كان يامل عفلق بتحقيق رساله البعث على يديه فما كان منهم الا ان خلعوه كيف انقلبت اللجنه العسكريه على نفسها ولم ينجو منها الا حافظ الاسد ليحكم سوريا باسم الشعب والبعث وكل الافكار الفارغه الا من صوره الرئيس اسئله يجيب عنها السياسي ميشيل كيلو في كتابه الجديد من الامه الى الطائفه سوريا في حكم البعث والعسكر استاذ ميشيل اهلا وسهلا فيك معنا بحبر ابيض اليوم أه بعرف انك مريض وشكرا كثير على هالمساحه اللي اعطيتنا اياها يا ميت اهلا ومرحبا شكرا جزيلا انا اللي خليني بلش من بعث عفلق أه... استاذ ميشيل بعث عفلق اعطى للاسلام مكانه جوهريه في العقيده القوميه للحزب وفي كتاب في سبيل البعث نجد بان هناك اقتران بين العروبه والاسلام ما الذي جعل الحزب فيما بعد يبدو حزبا علمانيا ويجذب أبناء الطوائف ومنهم حافظ الأسد بالمناسبة كل الحركة الوطنية السورية كانت على الأرجح ممثلة في أشخاص اليوم يسمون الليبراليين ويدانوا كعلمانيين معظمهم كانوا علمانيين كلهم كانوا علمانيين تقريبا شكرا قوتي كان علماني طبعا هذا لا يعني أنه ليس لا يصلي ولا يصوم وليس مؤمنا وإلى آخره كل العمل السياسي ضد فرنسا وضد الانتداب الفرنسي وما تلاه من بناء الدولة الوطنية منذ فكينا عن تركيا بأوائل القرن يعني بعد الحرب العالمية الأولى، وصولاً إلى الوحدة فعلياً هذا كل هذا السياق هو سياق إلى حد كبير جداً علماني. حتى حزب الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين كان على رأسه الراحل مصطفى السباعي الله يرحمه واللي كاتب كتاب اسمه الاشتراكية في الإسلام، ومحمد مبارك اللي كاتب كتاب اسمه القومية العربية. فالجو اختلف كثير اليوم عما كان عليه في السابق، بالسابق لم يكن هناك هذا التعارض وهذا التنافي بين الايمان وبين العلمانيه، بين الدين وبين العلمانيه. طيب وردت في كتابك فكره عن يعني هي لعفلق تحديدا تتحدث عن قياده فاسده وشعب نبيل. هذه العبارات التي كانت تثمن دور الشعوب وتعتبر بان قائد الحزب يمثل عبقريه الشعوب وفضائلها كيف انتقلت لنسمع فيما بعد الرئيس منيح بس اللي حواليه ما او نحن كشعب لا نستحق رئيس جيد ما هي الرحله التي مر بها البعث حتى اصبحنا نسمع عبارات على هذه الشاكله تعرفوا في فكره كثير كثير حاول نظام حافظ اسد الفكرة ببساطة تقول بقدر ما بتطلع لفوق بتكون عم تنتقل إلى مكان يتسم بالنزاهة يتسم بالوطنية يتسم بالذكاء يتسم بالمعرفة إلى آخره قدر ما بتنزل لتحت أنت أمام بشر قابلين للاختراق بنقوا كثير ليسوا في مستوى قيادتهم وليسوا في مستوى المرحلة التاريخية أكثر من مرة قيل مرات كثيرة قيل حتى كتب في جرائد النظام أنه والله ضيعانوا له الرئيس به الشعب ويعني أنه هذا الرئيس بتعرفوا خطاب هذا الأجدب تبع مجلس الشعب اللي له لبشار أنت لازم تقود العالم كله وبس تقود سوريا هي الفكره كثير كثير انطبعت بذهن جماعه السلطه الذين نسبوا كل ما هو ايجابي لنفسهم وكل ما هو سلبي يا اما لخصومهم او للمعارضه وعموما لما ما في خصوم ومعارضه فعليا لحاله الشعب ولوضع الشعب بتتذكروا انتم انه لما إجا بشار وقال بده يعمل اصلاح بعد فتره بيقول ما بنقدر نعمل سرعه بسياره قديمه لانه السياره القديمه اذا اسرعنا فيها بتنهار، مين السياره القديمه؟ المجتمع يوم تقلنا له نحن إن انه هالسياره القديمه هي من عند ابوك ما كانت قديمه لما استلمتوها انت عملتوها قديمه هلا صارت هي المذنبه بانها قديمه الا انتو المسؤولين عن انها لا تصلح لي وبعدين شو عرفك انها لا تصلح جربت وبين انها لا تصلح فكره ديولوجية ركبت بكل نظم الاستبداد بالعالم هي اللي بتقول انه الحاكم نزيه وطهور ومعصوم ومن سواه يا اما غنم لازم يمشوا وراه او انه الناس سيئين وفاسدين بالفطره وبالتالي عليه ان يؤدبون طيب استاذ ميشيل هل كان ليتغير شكل تاريخ سوريا لو حكم سوريا البعث ولكن برجل غير الاسد بمعنى هل كان الاسد يعني مخالفا لكل ادبيات واقانيم كما تذكر البعث ام انه كان يمثل فكر عفلق في الوحده والحريه ومن ثم الاشتراكيه بالتركيبه التي جاء بها حافظ الاسد الى السلطه لا ما كان ممكن يختلف، كان ممكن يختلف ببعض المزايا الصغيره، بعض الصفات الصغيره، بعض التفاصيل والالوان ربما، بس بالنسق العام لا نحن امام نسق عام اكيد اكيد ملحوظ بالنسبه لكم مثل ما ملحوظ بالنسبه لكل اللي بيتابعوا انه هناك تقريبا نظام واحد بالعالم العربي كان يحكي بالحريه والاشتراكيه وبالوحده وبالشعب وبالجماهير موجود عندنا وبالجزائر وبالعراق وباليمن ويعني بمحلات كثيرة وإلى حد كبير كثيرة بمصر أنه هذا النظام فعليا ليس بعثيا تماما ما كل محل ما كل يحكمه البعث وحافظ أسد بس في كل مكان هو نظام أسدي ويشبه النظام البعثي بالمناسبة أنا الكتاب مقسمه لثلاث أقسام مثل ما لاحظت القسم الأول هو بعث عفلة من 1947 إلى 1000 و 966، بعد ذلك قضي تماما على بعث عفلق وقام الجيش بزعامه حافظ اسد والمخابرات بتشكيل حزب بعث جديد افاد مما ارساه عفلق من افكار ومن سياسات بشكل اساسي معاديه لمصر ولعبد الناصر وللوحده والى اخره وبعدين كمل طريقه بالاتجاه اللي انتم بتعرفوه البعث الاصلي بعث عفلق كان ضد الطائفيه البعث بعد 1966 طيب. بعث العسكر فعليا بني على اساس طائفي طيب المحت المحت البحث البحث... نعم. بانه بحسب حنا بطاط وذكرت ذلك في الكتاب دور البعث انتهى عمليا مع الوحده كيف؟ لانه بالوحده ميشيل عفلق عمل شغله افادت منها اللجنه العسكريه اللي اجت من مصر واللي كان فيها حافظ اسد وصلاح جديد واحمد المير وعبد الكريم الجندي ومحمد عمران قبل الوحدة كانت مرجعية البعث الفكر القومي والوحدة بعد فشل الوحدة صارت مرجعية الوحدة والفكر القومي هي البعث فصار الوحدة بتكون وحدة حقيقية ووحدة قومية فعلا بقدر ما بيسيطر عليها البعث اختلف الوضع نهائيا يعني عفلق عمل انقلاب كامل على فكرته الأصلية اللي بتقول نحن كحزب أهميتنا نابعة من دورنا بالوحدة صار فعليا اهميه الوحده نابعه من دورنا كحزب فيها انقلبت الامور فوقاني تحتاني اجوا الشباب من مصر عندهم قرارين اتفقوا مع القرارين اللي كانوا آخذون الاول لا عوده للوحده مع مصر طول عبد الناصر عم يحكمها والثانية يجب ان نحول سوريا الى قاعده اساسيه للعمل القومي وبالتالي ننافس مصر على زعامه العالم العربي رجعوا على سوريا شافوا عفلق متبنى هالافكار فقالوا يعطيك العافيه نحن نؤمن بما تقول نقبل ما تقول لكننا لا نعترف بك زعيما للحزب لانه انت فرطت بالحزب ولم تحافظ عليه وحليت الحزب وتخليت عنه انت ما قيادي طيب استاذ ميشيل اي سوري ممكن يسال السؤال شو مشكله التصور السياسي في سوريا لماذا ليس لدينا تصور سياسي عصري محترم يمكن ان ياخذ بعين الاعتبار حقوق الانسان لماذا ليس لدينا الا نموذج المتعلمين في الغرب الذين يودون استنساخ تجربه ديكتاتوريه بروح إسلامية أو عربية أو أفكار الأصوليين المؤمنين بأفكار سكونية صالحة لكل زمان ومكان ماذا ينقصنا؟ مشكلتنا عزيزتي ما نو الغرب وأنه نحن بدنا نطبق عنا اللي عم يعملوا الغرب أصلا تطبيق ما يفعله الغرب أو ما فعله الغرب عنا يعتبر ضرب من الاستحالة طول ما نحن بوضعنا الحالي فخلونا نشيل الفكرة من بالنا أنه مشكلتنا اليوم أنه ما نقلد الغرب نحن لا نستطيع أن نقلد الغرب بوضعنا الحالي نحن جايين من موروث من تراث ما بيعرف فكرة الحرية ولا فكرة المجتمع ولا فكرة الدولة ولا فكرة الفرد ولا فكرة القانون ولا فكرة العدالة كل هاي القيم اللي قام عليها العالم الحديث نحن جايين من تاريخ لا يعرفها نحن بشكل رئيسي مرجعية السياسة بالنسبة لنا بشكل رئيسي مرجعية السياسة بالنسبة لنا هي يعني مرجعية تدينية هي مرجعية غ... يعني بيسموها غيبيه، ما بدي اسميها غيبيه، مرجعيه يعني ليست هي المجتمع وليست هي الانسان وليست هي الحريه، إلى مرجعيات اخرى. إذا ما خلصنا من هي المرجعيات أو لاقينا تسوية تاريخية مع. بدون ما نتخلص منها. إذا ما لقينا طريقة نوفق فيها بين هذه المرجعيات وبين ما نريد نحن بالاول وبالاخر إن كان في غرب إلا ما في غرب. بشر لنا حقوق بالحرية ولنا حق بال حقوق مدنية ولنا حقوق سياسية ولنا حقوق مواطنة والى اخره، هي ما مسألة غرب وغير هاي هي حقوقنا التاريخية ومن زمان نحن نطالب بهذه الحقوق وهناك مشكلة في تلبية او عدم تلبية هذه الحقوق. فأنا بتصور انه إذا لم تتجه السياسة إلى المجتمع باعتباره هو الذي يحمل المشروع التاريخي للتغيير، وإلى الفرد باعتباره هو المسؤول عن حريته وإذا ضلينا على حزب فلان بحررك وعسكر فلان بحرروك وفصائل فلان بتحررك وإلى آخره نحن في مأزق له أول وليس له آخر الكتاب يتحدث من الأمة إلى الطائفة هل يمكن هل لدينا إمكانية أن نعود إلى الأمة هل لدينا المقومات هلا ما شرط نعود رأسا للأمة بس يعني نحن شايفين شو كان البديل تبع الأمة لما قيل الأمة كنا عم يشتغل على صعيد سياسي يتجاوز الطائفية يتجاوز الحزبية يتجاوز القبلية حتى الدولوية والقطرية حتى وغير ذلك لما غابت فكرة الأمة يعني فكرة المجتمع المندمج نحو الداخل والذي لديه حدود واضحة نحو الخارج وبالتالي يشكل كيان تاريخي ولديه مشروع إلى آخره لما غابت الفكرة تفككت مجتمعاتنا، فنحن بحاجه الى فكره تجمعنا، اذا ما كانت الامه فلتكن الشعب، فلتكن الوطن، فلتكن الحريه، فلتكن الحقوق. بدون فكره جامعه كبرى نرى نفسنا بدلالتها نحن في مأزق كبير ونحن هلا اليوم فعليا في مأزق كبير. استاذ ميشيل بدي اشكرك على هالمساحه شكرا كثير لا مرحبا بك اهلا ومرحبا شكرا جزيلا وللاسف الظرف حال دون انه تكون معنا بالاستوديو بسبب كورونا نامل ان نلتقي إيه بك قريبا شكرا. خريبة. ان شاء الله شكرا جزيلا الله يحميكم الله يحميكم تحياتي كان عصفور على الشجره عم بعد للعشره اغنيه الاطفال التي يتحلقون وهم يغنونها ورؤوسهم الى السماء حيث حلم الطيران الذي راود الانسان الاول قبل ان يقتنع بانه لا يمتلك اجنحه وانه مشدود الى الارض بعجزه محلق في الملكوت باحلامه ولكن ثم طفل لم يغني الاغنيه مع اقرانه لانه ولد بلا زمان ولا مكان ولا حلم وبلا سماء ايضا في زمن كانت فيه سوريا بلا عصافير وبلا اشجار. عم بحكي قصه لطفل بذهني فكره الطفل المجرده انه يعني <applause> يعني الطفل العصفور والفاره والشمس والنهر والمي والفراشه وقت الحالية المفردات بدي احكي له اياها. <applause> فقال لي شو العصفور؟ كيف بدي اشرح له شو العصفور؟ <applause> بعدين قال لي قلت له عم يطير بالساعة السجرة قال لي شو السجرة حسيت بالورطة عصفور عصفور يعني طائر بطير بالسماء وله جناحات بطير فيهم و... وبيعلي بجناحاته شو <applause> يعني جناحات؟ ما بيعرف شي هون جناحات جناحات يعني عصفور كيف؟ بتاع عصفور فوت لجوا بتشوف السما عملك لك فوت لجوا بت السماء ما في عصافير ما في سما وانت يا مسخف بدي تفهم منيح انه ما في شيء اسمه كش ملك الملك ما بيموت الملك ما بيموت قد تقتل الأشجار لكن الولاده ممكنه لو من حجر حتى وان كان الكلام قوافلا للصمت توغل في الزمان سيقاتل الموت ومن موت الشعوب يقوم شعبه شكرا ميشيل كيلو لقد علمتنا كيف نرسم عصفورا وشجره وكيف نبني وطنا حرا بسماء مفتوحه شكرا ميشيل كيلو الى اللقاء